لمناقشة المزيد عن أداء الأسهم المصرية. معنا مباشرة من القاهرة إيهاب سعيد، مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية. أهلا بك. دعنا نبدأ بالحديث من قرارات مجلس الأعلى للاستثمار بالأمس في مصر، حيث وافق على قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة، أيضا الإعفاء من الضريبة على الأرباح لفترة. يعني كان هناك بعض القرارات ويبدو أن السوق استقبلتها بشكل إيجابي، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد طبعا هي 17 قرار، الحقيقة كل واحد فيهم يغير مناخ استثمار دولة بشكل عام. القرارات جاءت مفاجئة للكل، يعني مما لا شك فيه ان كلها بتصب في صالح دعم مناخ الاستثمار في مصر، اللي هو يعني شهد سنوات صعبة جدا على مدار الخمس سنين الماضية. ويمكن كانت مطالباتنا كلها بتنصب في نطاق هذه القرارات، يمكن بعضها ما تمش اتخاذه. لكن ما يعنينا في هذا الأمر، ان يمكن انا كنت مع حضرتك حتى في لقاء سابق يوم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وقلنا ساعتها ان ده أمر إيجابي جدا ان الرئيس يترأس المجلس الأعلى للاستثمار، خاصة في ظل الظروف الحالية الاستثنائية، في ظل الأيادي المرتعشة والبيروقراطية اللي موجودة في الجهاز الإداري. كل ده من شأنه ان وجود الرئيس على رأس هذا المجلس يدي نوع من الجرأة في اتخاذ القرار ويكون هناك متابعة. فعلى هذا الأساس ال 17 قرار مش بس أهميتهم في أنهم تم اتخاذهم في المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن لأن كمان الرئيس بنفسه هو اللي هيتابع تنفيذهم. موضوع الضريبة على الأرباح الرأسمالية طبعا ده يمكن الخبر الأهم المتعلق بسوق المال بشكل أكبر نسبيا، على اعتبار أن المدة كانت هتنتهي في شهر مايو القادم، العامين اللي كان المفترض أن هم متأجلين لهذه الضريبة. أعتقد طبعا أن ده ألقى بظلاله زي ما حضرتك أشرتي كده في البداية على أداء السوق، وارتفع بشكل قوي جدا مع بداية التعاملات، والمؤشر قدر يتجاوز 8500. لكن بأمانة يعني مع النص الثاني، أو نقدر نقول بعد الربع الأولاني من الجلسة، بدأت تظهر بعض الضغوط البيعية نتيجة الارتفاعات القوية اللي حققها المؤشر، بالإضافة إلى أن السوق ما زال متحفز ومنتظر ومترقب لحركة المركزي بما يتعلق بسعر الصرف، علشان تكتمل بقى المنظومة تبدأ مرحلة جديدة بالفعل في مناخ الاستثمار المصري بعد كل هذه القرارات. طب ما دمنا تحدثنا عن هذا الموضوع، أيضا كثر الحديث في الفترة الأخيرة وكثرت المضاربات على الدولار، ما هي الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للحد من المضاربات وأيضا الكلام المستمر في هذا الموضوع؟ يعني زي ما حضرتك عارفة، كل الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة على مدار العام الماضي كلها أثبتت فشلها. يعني إذا كانت قرارات تقييد الاستيراد، موضوع بلد المنشأ وتسجيل بلد المنشأ، رفع الضرائب على أو رفع الجمرك على أكثر من 600 سلعة، غلق شركات الصرافة، تعديل القانون 88 لسنة 2003 اللي يعني كان بمثابة وصمعة في هذا القانون الحقيقة، كل هذه الإجراءات لم تؤتي ثمرها، وشفنا اللي حصل في النهاية، وإن الطلب والعرض هو اللي تغلب، والأسعار وصلت إلى أعلى مستويات في تاريخها قرب 18 جنيه خلال الأيام الأخيرة. يعني طبيعي جدا ان بعد السعر ما بيوصل لهذه المستويات ان تبتدي تظهر نوع من انواع عمليات جني الارباح، او السوق ساعتها بيكون متحفز لاي خبر علشان يبتدي يتراجع، وده اللي حصل بالفعل. اول ما اعلنت الاتحاد العام للغرف التجارية عن مبادرة تقدمت بيها بالامس ان هي توقف عمليات الاستيراد للسلع الكمالية لمدة اسبوعين دون شراء اي دولار، وهذه العملية ممكن تمتد الى 3 شهور. كل ده من شأنه يعني الحقيقة ان هو ادى نوع من الضغط على سوق الصرف الموازي، بالإضافة الى القرارات اللي كانت صدرت بالأمس برضو زودت الضغط مما لا شك فيه، خاصة وان هناك قرار يتعلق بشكل كبير بالتأثير على سعر الصرف المتعلق بإنشاء مجلس لإدارة النقد خارج الجهاز المصرفي. ده مما لا شك فيه هذا القرار، وهذا المجلس ان تم تشكيله هيكون له دور كبير قوي في الحد من المضاربات في سعر الصرف، لان المشكلة الرئيسية هو وجود السيولة بين الأفراد سواء بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية، ومن ثم ده بيدي نوع من المضاربات. على طول شفنا الأسعار بتتراجع بالأمس وأول أمس، وأعتقد أنها فرصة مواتية بالتأكيد للبنك
المركزي في الوقت الحالي للتحرك سريعا قبل ما يبتدي السوق يستعيد توازنه تاني، لان سوق الصرف غالبا بيكون النزول في يوم او اثنين وبعدين على طول بنلاقي السوق بيستعيد توازنه وبتعاود العروض اختفائها وتبتدي طلبات الشراء تظهر تاني والاسعار ترجع ترتفع تاني. فالمفترض هنا على البنك المركزي انه يسرع بالخطوه بتحريك سعر الصرف للمستويات المقبوله والخفض الكبير المتوقع علشان قبل السوق ما زي ما قلت حضرتك تستعيد توازنها وتعاود الارتفاع مره ثانيه. إيهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه كنت معنا مباشره من القاهره، شكرا جزيلا لك.